والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. كنا في هذه الآية الكريمة وهي في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومر أنه كل مخلوق من المخلوقات آية من آيات الرحمن. الآن واحد يتساءل طبعا كيف أن أهل الأشرار آية للرحمن، أهل الشرور والأشرار كيف يصيرون آية من آيات الرحمن؟ الآية، شوف هذه الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. آية فيها أصل معرفي، أصول معرفية كبيرة جدا، وفعلا احتدم عليها نقاش المفسرين، وإن كان بعضهم حشر البحث في زاوية ضيقة كما سيأتي بيانا، لكن أصل المبحث في الآية الكريمة إذن أصل أصول منهجية معرفية مهمة. كيف أن كل مخلوق آية من آيات الرحمن؟ هنا وقع الالتباس على أكثر، لا أقول كل، على كثير أو أكثر العرفاء والصوفية. كيف أن أهل الأشرار أو الشرور، سيما أهل الأشرار والشرور في منطق لغة العقل يعني النواقص، بعض المخلوقات ناقصة جدا، أو النقص يكون آية للرحمن، كيف؟ أو أهل الشرور، أهل الشرور إنما شريتهم وشرورهم بسبب النقائص التي فيهم أو التي يسببوها للآخرين، العدميات، فكيف هؤلاء أهل الشرور والأشرار يكونون آيات للرحمن؟ وهل يمكن أهل الشرور أئمة الضلال يكونون آية يعني هداية يهدون إلى الله؟ هم يهدون إلى جهنم، إلى صراط الجحيم وليس إلى الصراط المستقيم، فكيف يكون آية؟ ملخص ما مر بنا في جواب هذا التساؤل جوابين أو أكثر مهمين. الجواب الأول هو الذي بنته عقيدة بني هاشم في ثقافة الأمة، في عقلية الأمة، أن هناك ميز بين فعل الله وفعل المخلوق. يجب أن يكون لدى الإنسان في الواقع الواحدة، في الموجود الواحد، في الوجود الواحد،
عند قدرة تمييز، عقل مميز، تعقل مميز، قدرة تمييز بين ما هو فعل الله وبين ما هو فعل البشر. قال لها اللعين بن اللعين عبيد الله بن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. أن تلاحظوا هنا جوابها على الإسلام يصف في هذا المطلب، لم تقل الحمد لله على كل حال. دققوا كيف عمق الجواب، أو دققوا أن هي عليها السلام أين تركز. ربما كانت امرأة أخرى عادية أو مؤمنة صالحة تقول الحمد لله على كل حال، نصبر على بلاء الله، هذا جواب من الأجوبة. قد يعتمد الصالحين أهل التقوى راضين بقضائه وقدره. تفهمتوا شنو؟ شوف أجوبة عديدة أبدا لم تتخذ هذه الأجوبة، فقط هذا الجواب ذكرته: ما رأيت إلا جميلة. شنو دعواك أيتها العقيلة؟ ما رأيت، عجيب، شبيه استغفر الله يعني رشحة من نور القرآن. وما رميت إذ رميت، وما نفي بس على تقدير، ما رأيت. أيها الصوفية، أيها العرفاء، تعالوا والتفتوا وانتبهوا ماذا تقول العقيلة، كيف هي قدوة في هذا المبحث الصعب الوعر. أنت أيتها العقيلة ما رأيت إلا جميلة، إذن لماذا هذا الحزن؟ لماذا هذا البكاء؟ أصلا الذي رأيت من الله كله جميل. في حادثة عظيمة، زلزال، ما رأيت، وليس جوابها رضا برضاك لا معبود سواك. انظر العبارة هني العبارة شيء آخر، حتى لم تقل هي ما قاله سيد الشهداء خامس أصحاب الكساء، هنا جواب آخر، هنا معادلة أخرى بينتها هي: ما رأيت إلا جميلة. تركز على أي جانب، أي بعد علمي هنا؟ يعني هو هذا، أن الحيثية في كل فعل، في كل حدث، حيثية فعل الله يجب 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 أن لا نخلطها مع حيثية فعل المخلوقات، فعل البشر. في جانب فعل الله هو ما قاله القرآن، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. كيف يأخذ الله حياء من الجمال؟ كيف رأيت؟ لاحظ هو لما ركز السؤال على فعل الله أراد ينسب إلى الله، هي هم بيّنت حقيقة النسبة إلى الله. كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قضاؤه، قدره، لم تقل راضين بقضائه وقدره، لم تقل نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين. لاحظ هنا المقام لم تعتمد هذه الأجوبة رغم كونها حقا، اعتمدت معادلة علمية ثاقبة، معادلة علمية من الأسس فوق المعادلات.
ما رأيت إلا جميلة. ثم واصلت أولئك قوم كتب الله عليهم القتل برزوا له فستحاج وتحج، فانظر لمن الثكل، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هنا لما استعرضت الصفحة الأخرى الحيثية الأخرى أخذت ببيان حقيقتها كلها شرور، كلها شريات، كلها نقمة. سبحان الله، تنظر بعينين ثاقبتين، عين فعل الله شيء وعين فعل المجد. هنا هذا التوازن الآن، وأقولها بكل صراحة، جملة كثيرة من العرفاء والصوفية، الصوفية على حالهم، حتى العرفاء من الخاصة بلغ بهم مبالغ العلم، زلوا في هذا المبحث. هذا المبحث الذي يشير له القرآن، الذي نحن الآن فيه في هذه الآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أجيب لكم تركيز أكثر. الملائكة يوم عاشوراء ضجت إلى الله، ضجت إلى الله شبيه ضجيجها واعتراضها بل أشد، لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها، استنكار والعياذ بالله، أعوذ بالله من ترك الأولى، هذا خوف ترك أولى، واحد يسأل بهذه الصورة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لا يسأل عما يفعل، لأن ما يفعل هو الحكمة، وما يفعل هو حاكم الحكمة وحكمة الحاكم. أيضا ضجت روايات مستفيضة عندنا أن الملائكة ضجت يوم عاشوراء إلى الله، ضجت لما جرى على سيد الشهداء. لاحظ الفرق بين العقيدة والملائكة. ضجيج العقيدة سلام الله عليها على من؟ ضجيج العقيدة على أهل الشرور وشر الأشرار. أما في دي الصفحة، حدث عاشوراء ليس حدث سهل، حدث عاشوراء إذا اهتز منه العرش اهتزت منه، يعني تعلمون بأن نظام الخلق لله نظام قائم على العدل وقائم على الموازين والقواعد، والملائكة أهل العدل أهل الاستقامة، فما أن يرون سفك دماء ويرون كما يحدثنا القرآن الكريم يضجون إلى الله يتبرمون، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طبيعتهم لنا طبيعة طهارة، طبيعتهم ونحن نسبح لك ونقدس، طبيعتهم طبيعة جو وبيئة قدس، تلألؤ قدس وتقديس وتسبيح، ما يتوالم مع الظلمة، يتبرم من الظلمة. طبيعة الملائكة هذه سيأتي بحثا إن شاء الله بعد آيات في هذه السورة الشريفة سورة البقرة. لذا ضجوا وتبرموا أشد بمراتب، موجود في الروايات، أنت لو تريد فيلم يوتيوب تصور لك الروايات الكثيرة عن ما حدث لملائكة السماوات وغير، ولا زال من استشهاد الجلاء شيء فظيع. وطبيعة هم لنا طهارة يتبرمون، يصيدون زلزال، شيء طبيعي، هاي مقتضى طهارتهم. ولو لم يكن منهم هذا الشأن أصلا نقص فيهم، لأن مقتضى طهارتهم هذا، لكن في كمال فوق كمال الملائكة.
تطرح تذكر الآية الكريمة في كمال أكثر، كمال تطرحه تذكره الآية الكريمة، إن الله لا يستحي ها أن يضرب مثلا، لا تتبرمون بقول مطلق أيها الملائكة المقدسين، كل فعل الله من جهة فعل الله تمام الجمال، ما فيه شائبة كدورة وتبرم، ما رأيت إلا جميلة. أصلا ضجيج إلى الله نعم من فعل الأشرار هذا نعم موجود، تشتكي إلى الله، أما من فعل الله لا، من فعل الله ما رأيت، ما تخاطب الله أتجعل أيسفك الحسين، الملائكة خاطبت الله كيف قالت أتجعل فيها، هذا الخطاب ورد في روايات مستفيضة، جموع قبائل مجاميع ضخمة كبيرة من الملائكة خاطبت الساحة الإلهية أيقتل فرخ رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هي ما تتحمل الملائكة، نور قدسها كيف تتركها، كعبة نورها كيف تتركها، لكن لاحظوا هم ضجيجهم تبرمهم وين صار، ليس فقط من شر الأشرار، دققتم خطاب مع الله، بينما في العقيلة ماذا تقول، ما رأيت إلا جميلة، أصلا مع الساحة الإلهية من جهة الفعل الإلهي أصلا لا أراه إلا كرامة، لك تقول هي ليزيد وحسبت أن ذلك بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، دققوا في النظرة المعرفية، أنا كلامي في النظرة المعرفية أخوان، يعني معرفة زينب بأفعال الساحة الإلهية لم يخالجها كدرة ريبة واستنكار أو تعجب كما ربما ابتليت به الملائكة في يوم عاشوراء، رغم الآلام والمصائب. هذه نفس الآية الكريمة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، كل فعل الله جميل، بس هذا الشأن ما نخلطه مع شأن أن أهل الشرور شرور، تبرم من شرور الأشرار، صيحة مدوية في الكون زينة ضد خط الانحراف ولا زالت، هي زينة وجودها محرج حتى للمشروع الغربي الآن، نهجها هذا هي صيحة مدوية، هي قلعة مدوية، قبرها مرقدها زيارتها، حتى أن التفجيرات الأخيرة بصراحة التي نالت شيعة العراق بسبب زيارتهم لمرقدها، مساندتهم لمرقدها، الأخبار الخاصة سربت هكذا واضح، إذن خندق زينب صوحة مدوية ضد شرور الأشرار، هذا الذي حصل الخلط عند العرفاء، العرفاء عكس الملائكة رأوا أي جانب في زعمهم أنهم يرون الجانب الجمال نسوا شرور الأشرار، إبليس آية مو شرور إبليس، شرور إبليس غواية، خلق الله لإبليس آية هادية،
ولنفس القرآن الكريم يقول اخرج منها مذءوما مدحورا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. زين ماذا هذا المنطق في القرآن؟ ماذا تفسره؟ هذه الشباك المرجعة والقدرية جملة من العرفاء كثير بل أكثر العرفاء وقعوا في شباكها عدم الميز. والعجيب أن شلون العرفاء يتبجحون يجب أن نفرق بين المخلوق والخالق. ومع ذلك هم وقعوا في هذه الشباك تطبيقا وتأصيلا. فهذا إذن بحث مهم. لاحظ القرآن الكريم هنا ماذا يقول؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، مثل آية ولله المثل الأعلى. الباري تعالى لما يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني مثل مثل الله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، هذه قاعدة معرفية في القرآن. إذا كان لله المثل الأعلى كيف البعض يصير مثل أعلى؟ وإن كان أمثال الله طبقات ودرجات. آية كبرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، مر بنا الإشارة إلى ذلك في سورة النجم. رغم ذلك صحيح، لكن خلق الله لإبليس آية، فعل إبليس لا شرور. لاحظوا الآن مقطع آخر عجيب، هذه المقاطع كلها حول ده المحكم اللي بينت العقيلة في بيان القرآن. النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، نشوف مقارنة بين مشهد زينب ومشهد النبي إبراهيم. النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام عندما جاءه ملائكة العذاب جبرائيل وميكائيل وكذا لإنزال عذاب بقوم لوط في الأردن، اعترضهم بماذا؟ إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم فيها كذا. وجاء إبراهيم يجادلنا في قوم لوط، قالوا يا إبراهيم قد جاء أمر ربك ونحن أعلم من فيها. لاحظ هنا مدح القرآن، طبعا النبي إبراهيم على نبينا وعليه وعليه السلام حليم أواه، بس في ترك أولى. يعني يا النبي إبراهيم لا تلاحظ جانب معين فقط، افرض جانب الجمالي أو جانب الذي يحتاج إلى حلم، لا في جانب آخر. جاء أمر ربك، إذا ما جاء أمر ربك شر الأشرار يتبرم منه، وتقدير الله لما يشر الأشرار يفرز عن جمال الفعل الإلهي. أيضا لا يدعونا، هذه سنة. لماذا الله عز وجل يبين لنا هذا العتاب على إبراهيم؟ هو لأجل يستنقص من النبي إبراهيم؟ لا والعياذ بالله، الأنبياء قدوة سيما النبي إبراهيم، لكن يريد يبين لنا وفوق كل صفي اصطفاء أكبر وأكبر، وفوق كل ذي علم عليم إلى أن يصير الله. هنا لاحظ مشهد الزينب كيف لا حلمها ورضاها بجمال الله تلكأت في التبرم من شرور الأشرار، ولا تبرمها من شرور الأشرار أعوذ بالله توجب أن توجه خطاب العتب على الساحة الإلهية. أعوذ بالله، تقول ما رأيت إلا جميلة. مع ذلك تأتي للصفحة الأخرى، هذا نفس الآن هذا الأصل المعرفي في القرآن الكريم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، من جهة الخلقية هي بعوضة.
من جهة المخلوق شيء حقير، من جهة فعل الله لا شيء عظيم. وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد.